السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين، تفضلوا استريحوا. السيد الرئيس، الحضور الكرام، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة مولد النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في شهر ربيع الأول من كل عام يتجدد الشوق والعهد، وتشرق القلوب استبشارا بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. تأتي ذكرى المولد لتهدينا إحساسا جديدا ومغايرا، فما أحوجنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في خلقه وإيمانه وعبادته وحبه لله وللمؤمنين، امتثالا لقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي أن نقتدي بسيد الخلق في سياسة الدين وسياسة الدنيا، كيف واجه الصعاب وتغلب عليها، كيف صبر وثابر حتى بلغ رسالته، فتحول قومه من فرقة وتعصب وتفاخر بالأموال والأولاد إلى أمة واحدة تنسب إلى الإسلام وتؤمن به وتقيم أوامره وتتجنب ما نهى الله عنه، فأقام دولة وأحيا أمة في زمن قصير 23 عاما، لم ييأس ولم يبتئس بما واجهته دعوته، بل فكر وقدر لكل أمر عدته وعتاده. فكان صلى الله عليه وسلم ولا يزال مثالا يحتذى به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وخير ما نستهل به حفلنا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله
كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السيد الرئيس، السادة الحضور، الدراسة الواعية للنصوص الإسلامية ومواقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته تبين بوضوح القيمة الكبيرة التي يوليها الإسلام للحياة الإنسانية وضرورة الحفاظ عليها، فالله واهب الحياة وهو بيده أن يبقي الإنسان متمتعا بهذه الحياة، إذ قال تعالى في محكم كتابه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وكان من بينهن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وحرصا على حياة البشر والسلم والأمن المجتمعي، تضافرت جهود مؤسسات الدولة لتصويب الخطاب الديني بعد دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنقيته مما شابه من أفكار ومفاهيم مغلوطة بخطاب ديني واع مستنير لمواجهة الفكر المتطرف الهدام، بتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للغلو والتطرف الفكري، ونشر سماحة الدين وتوعية النشء والشباب بمخاطر الفكر المتطرف، والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يدعو إلى التسامح والرحمة وإعمال العقل. كلمة وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الحضور الكريم، يطيب لي أن أهنئ حضراتكم جميعا بذكرى ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه عز وجل رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع صفاته، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، فأؤكد أننا كأمة إسلامية في حاجة ملحة إلى ثورة حقيقية في الفكر الديني، ليس على الدين ولن تكون أبدا، إنما هي ثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة، ثورة على المتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجماعات التطرف والإرهاب، ثورة تعود بالخطاب الديني إلى مساره الصحيح دون إفراط أو تفريط، بحيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد هي الحاكمة لمسارات الاجتهاد والتجديد، علما
لأننا قد استطعنا بفضل الله عز وجل في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية الدعوية أن نبني نسقاً معرفياً مستنيراً يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح النص وإحلال مناهج الفهم والتفكير محل مناهج الحفظ والتلقين دون تأمل أو تحليل، والانتقال من فقه الجماعة النفعي إلى فقه بناء الدول، ومن فقه دولة الأغلبية القديمة إلى دولة المواطنة المتكافئة الحديثة، متجاوزين مصطلح الأقلية والأكثرية إلى مصطلح الدولة الوطنية، ومن الثقافة المغلقة إلى آفاق الثقافة الرحبة، بما يسهم في بناء الشخصية الواسعة الأفق القادرة على فهم التحديات وفك شفراتها ووضع الحلول المنطقية لمعالجتها، والانتقال من فقه ما قبل الدولة الحديثة إلى فقه ما بعد الدولة الحديثة، بل من فقه ما قبل النظام العالمي إلى فقه ما بعد النظام العالمي، مؤكدين أن من يتصدى للحديث في الشأن العام عالما كان أم مفتيا أم سياسيا أم إعلاميا لابد أن يكون واسع الأفق ثقافيا ومعرفيا، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي لابد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والدولية المتصلة بالأمر المفتى فيه، حتى لا تصدر بعض الآراء أو الفتاوى الفردية المتسرعة في الشأن العام بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فنضع دولنا بين خيارين أحلاهما مر كما يقولون، إما الاصطدام بالمؤسسات والمنظمات الدولية وإما تهمة معاداة شرع الله عز وجل على غير الواقع والحقيقة. ولم يقف دورنا في وزارة الأوقاف المصرية عند بناء هذا النسق المعرفي والفكري والدعوي، إنما صاحبه برامج تدريبية وتثقيفية جادة لبناء جيل مستنير من الأئمة العلماء يشرف 5 شباب منهم اليوم بتكريم سيادتكم سيادة الرئيس. 2 من الأئمة المتدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب، و2 من أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، و5 من خريج الدورة الثانية لتنمية المهارات الإعلامية والتواصل المجتمعي التي نعقدها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام. وتأكيداً على اهتمامنا بدور المرأة، يتم لأول مرة تكريم إحدى الواعظات المتميزات لحصولها على المركز الأول بين جميع المتدربين والمتدربات من الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف. وقد وسعنا عملنا التثقيفي المشترك مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، فضلاً عن العمل المشترك
مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. وخطتنا في المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى تقوم على أساسين: الأول استكمال مسيرة التجديد، والتي سيكون أول أعمالها بإذن الله تعالى إصدار كتابنا خلال أيام بإذن الله تحت عنوان مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة. الأمر الآخر والأهم هو التحول بهذا النسق المعرفي المستنير من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع وثقافة شعب وثقافة أمة، والعمل على نشر هذا الأنموذج عالميا لتصحيح صورة الإسلام وإزالة مران على صفحته النقية من شوائب، وهو ما جعلنا نترجم خطبة الجمعة أسبوعيا إلى 18 لغة، وننشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية بهذه اللغات بالتعاون مع الإذاعات والبرامج الموجهة بالهيئة الوطنية للإعلام، وهو ما يلقى صدى وإعجابا وتفاعلا عالميا ودوليا واسعا. وأن نطلق حملتنا العالمية طوال هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول من هذا العام، تحت عنوان هذا هو الإسلام ب20 لغة وبشراكة دولية واسعة. ويسرني سيادة الرئيس أن أتقدم باسمي وباسم جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بكل الشكر والتقدير لسيادتكم على اهتمامكم بتحسين الأحوال المعيشية والمالية للأئمة. فبناء على ما وجهتم به في آخر لقاء شرفت بلقاء سيادتكم فيه، وبناء على تدبير التمويل اللازم من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بزيادة في بدل صعود المنبر قدرها 600 جنيه لجميع الأئمة. لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، و800 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير، و1000 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراه، ويطبق ذلك بإذن الله تعالى بداية من أول الشهر المقبل من 1/12/2019 بإذن الله تعالى. لسه بقية الكلام يا دكتور، احنا متفقين على حاجة تانية. صحيح موجودة؟ جاية إن شاء الله. اتفضل. إن شاء الله. ربنا يحفظك سيادة الرئيس، ربنا يحفظك ويعزك. الحقيقة كانت التوصية أيضا لسه جاي اللي قال عليه سيادة الرئيس، إن دي مرحلة وكلما استطعنا أن نحسن مواردنا الذاتية سنحسن أحوال الأئمة والعاملين بالأوقاف إن شاء الله بإذن الله. إضافة إلى 100 جنيه شهريا بواقع 1200 جنيه سنويا لكل إمام لتوفير الزي اللائق له بمعرفة وزارة الأوقاف. ولا ننسى ولن ننسى أن الزيادة الأولى في بدل صعود المنبر عام 2015 وقدرها 1000 جنيه لكل إمام قد أجراها الله على يد سيادتكم سيادة الرئيس. فباسمي وباسم الأئمة وكل العاملين في الأوقاف والشأن الديني نتوجه لسيادتك بكل الشكر والتقدير. ولا يفوتني أن أختم حديثي بأبيات تتصل بهذه المناسبة
الكريمة في حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الشاعر: والله والله ما حملت أنثى ولا وضعت، والله ما حملت أنثى ولا وضعت أبر وأوفى ذمة من محمدي صلى الله عليه وسلم. وما في بقاع الأرض، وما في بقاع الأرض حيا وميتا وما بين أرض والسماء كمحمدي صلى الله عليه وسلم. ويقول الآخر: أتيتك راجلا، أي ماشيا تقديرا لحرمة مكانك، أتيتك راجلا ووددت أني ملكت سواد عيني أمتطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى قبر رسول الله فيه. ويقول شوقي: يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مكان الصادق العلمي؟ هل تجهلون مكان الصادق العلمي؟ لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قوم بمتهم أتيت أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في الصنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليس بالبغم أو كالحوت بالبلم، كالحوت ما يفعله بصغار السمك، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليس بالبغم أو كالحوت بالبلم. قالوا: غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دمي. وبهذه المناسبة الكتاب مفاهيم يجب أن تصحح في السيرة والسنة يؤكد أن القرآن الكريم لم يستخدم لفظ غزو على الإطلاق نهائيا، هي أيام ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم لأعدائه. وإلا بالمصطلح اللغوي في غزوة الخندق: من الذي غزا من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محاصرون بالمدينة، مما يتطلب إعادة قراءة السيرة والسنة بروح علمية جديدة. قالوا: غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دمي. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. صلوا عليه وسلموا تسليما. واسمح لي سيادة الرئيس أن أتقدم لسيادتكم تقديرا وعرفانا باسمي وباسم الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بهدية وزارة الأوقاف نسخة كريمة من كتاب الله عز وجل، سائلين الله أن يحفظك وأن ينفع بك وأن يجعل الخير دائما على يديك، وكل عام وسيادتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. دكتور مختار، اسمح لي أقول لك إن الفقرة الأولانية من الخطبة محتاجة إن هي نشتغل عليها، شوفوا تعملوا ندوة أو مؤتمر لمدة أسبوع أو أكتر عشان يتبقى النقاش حوالين المفاهيم اللي أنت طرحتها أو اللي إحنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده كتير، بس أنت قلتها بشكل الحقيقة محتاج مننا كلنا. أنا مش بتكلم على أهل الدين بس، أنا بتكلم حتى على السياسيين والاقتصاديين والناس أهل الثقافة، كل المعنيين في المجتمع، نقعد لمدة أسبوع أو أكتر حسب الأمر ما يتطلب، ونبتدي نتناقش في الموضوع اللي هو الشأن العام، ويبقى من منظور ديني ممكن، ويبقى من منظور ثقافي ممكن، ومن منظور فكري ممكن، منظور اجتماعي ممكن، منظور سياسي ممكن، زي ما انتوا عايزين. بس خلونا نحن نشوف ده، وأرجو أن الإعلام يغطي بعد إعداد جيد لهذا الموضوع من الأوقاف ومن مشيخة الأزهر طبعا من فضيلة الإمام، عشان الناس تسمعنا وإحنا بنتكلم على إيه، يعني إيه شأن عام، لأن ده أمر مهم قوي
وخطير جدا في ظل الظروف اللي بتمر بمنطقتنا وبمصر. وبالتالي احنا محتاجين نتكلم مع نفسنا، مع نفسنا، مع شعبنا، على ان النهارده المواضيع بيتم تناولها بشكل خلينا نفرد لها وندي فرصه للكل يتكلم والكل يسمع. ارجو ان احنا نتحرك في ده في الوقت، نظموها ونشوف. وانا هحضر اول يعني هحضر الموضوع ده. شرف لينا السيادة الرئيس. لا مش شرف، شرف لينا السيادة الرئيس. وانا هحضر، ربنا يحفظك، هحضر، بس ارجو ان يبقى في اعداد زي ما قلت كده، عشان هو مش هيبقى بس على قد الدين. كان ممكن اقول الكلام ده لرئاسة الجمهورية تعمله، اجهزة الدولة يعني، لكن انا قلت ان اهل الدين هم الاولى بالكلام في الشأن العام. شكرا جزيلا. شكرا سيادة الرئيس. وان شاء الله يعني احنا الحقيقة مع وزارة التعليم العالي والثقافة والتربية والتعليم والهيئتين الوطنية للإعلام والثقافة الحقيقة لنا عدة أشهر، وإن شاء الله بإذن الله ننسق معهم في تناول قضايا الشأن العام وفقه ما قبل الدولة وفقه ما بعد الدولة، ونشرف جميعا بأن يكون ده تحت إشراف ورعاية سيادتك بإذن الله تعالى. شكرا سيادة الرئيس، كل عام وانت طيب. السيد الرئيس، الحضور الكرام، نتذكر في مناسبة مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذه المناسبة العطرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وجوانب شخصيته ونتائج دعوته التي لا تستوعبها مجلدات ولا خطب في سنوات. فالرحمة منهجه، والعدل شريعته، والحب فطرته، والسمو حرفته. إن النبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة تتخذ وخير مثل يحتذى به. كان النبي صلى الله عليه وسلم محبا لوطنه، وهو الذي نزل عليه قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الله تعالى الخروج من الديار ومفارقة الأوطان بعد قتل النفس، وكلاهما صعب لا يحتمل. لذلك سعى رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى إعمار وطنه ورقيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على قومه وعلى هدايتهم وعلى إرشادهم إلى الطريق المستقيم، إذ قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، بل كان بغير المؤمنين كذلك، إذ قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فرغم مرور 1449 عاما على مولد خاتم الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزال الإنسانية حتى هذه اللحظة ترنو نحو هذا الإشراق النبوي الذي انبعث شعاعه حول البيت الحرام في مكة المكرمة، كلما تعثرت خطاها وادلهم ليلها وتاه دليلها في ظلمات المادة ودنس الشهوات وسعار التسلط وغطرسة القوة. وما كان لرسالة هذا النبي الكريم أن تكون ملهمة للحضارات على اختلاف توجهاتها لولا هذا البعد الفوقي العجيب الذي تميزت به، وأعني به بعد الآداب الإنسانية العالية العابرة لحدود الزمان والمكان والأفراد والجماعات، وهو بعد اعترف به وعجب له كثيرون حتى من مؤرخ الغرب المنصفين ممن رزقوا حظا من استقامة الشعور ويقظة الضمير في فهم معاني القرآن الكريم وبلاغة السنة المشرفة، ووضعوا أيديهم على مبدأ الأخوة الإنسانية الجامعة المتغلغل في أضواء هذه الرسالة الخالدة عقيدة وشريعة وأخلاقا، حتى قال قائلهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة نبي العرب، لهو من أكبر محب الخير للإنسانية، وإن ظهوره للعالم أجمع لهو أثر إرادة عليا، ولقارة آسيا أن تفتخر بهذا الرجل العظيم. وحتى قالت الموسوعة البريطانية إن محمداً اجتهد في سبيل الإنسانية جمعاء، وتقول الموسوعة وما أجمل ما قاله هذا المعلم العظيم، الخلق كلهم عيال الله وتحت كنفه، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. ولا يحتاج المتابع لسيرة صاحب الذكرى العطرة إلى كبير عناء ليكتشف في رسالته العالمية هذه الواشجة وهذه الرحمة المشتبكة بين خلق الله جميعاً، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. وها هي مراجع السنة تروي لنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. وإذن فهذه شهادات ثلاث: شهادة بالألوهية وبالنبوة وبالأخوة الإنسانية، وهي ذاتها شهادة على أن الإسلام إذا كان هو دين التوحيد الخالص فهو بالقدر نفسه دين الإنسانية كلها ودين المساواة بين الناس، ثم هو دين عصمة الدماء والأموال والأعراض، ودين مقاصد أخرى خلقية أوجزها نبي هذا الدين في خطبة تسمى خطبة حجة الوداع، التي خاطب فيها الإنسانية كلها من وراء حشد من المسلمين بلغ 100,000 وأكثر. وقد توفر لهذه الخطبة من دقة التوثيق والتاريخ من حيث عدد المسلمين ومن حيث الزمان والمكان والكلمات وأسماء المبلغين ما لم يتوفر لغيرها. كانت هذه الخطبة يوم الجمعة 9 من ذي الحجة من العام 10 للهجرة، بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وضربت له قبة من شعر في مكان اسمه نمرة، استراح فيه إلى أن زالت الشمس
فأمر بناقته القصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي وخطب في هذا الجمع المتلاطم الأمواج الذي لم يسجل التاريخ المكتوب أن أحداً قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين أو أحداً من الملوك والأمراء جمع له مثل هذا الحشد ليخطب فيه. وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. واعلموا أن الصدور لا تغل، أي لا تخونوا في قليل ولا كثير. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا. ثم قال: ألا أخبركم من المسلم؟ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وإنما المسلمون إخوة، وإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ثم قال: فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ قال الناس: نعم. قال: اللهم فاشهد. ولم ينس صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته عميد الأسرة، فصرخ في المسلمين صرخته الخالدة: اتقوا الله في النساء. وأول ما يطالع المتأمل في هذه الخطبة التاريخية هو أنها لم تكن موجهة للمسلمين فقط، بل كانت موجهة للناس كلهم أينما أقلهم المكان وحيثما أظلهم الزمان. وكانت عبارته المفضلة في لفت العقول والأنظار إليه هي: أيها الناس، وليس أيها المسلمون ولا أيها المؤمنون. وقد بدأ خطبته بما يشعر بدنو أجله الشريف، وقد تحقق ما قال: فلم يلتق بهذا الجمع مرة أخرى، لا في هذا المكان ولا في غيره، ولم يعش بعد هذا الموقف إلا زهاء 3 أشهر لحق بعدها بالرفيق الأعلى. وقد كان أول بند من بنود هذه الخطبة تحذيراً للعالم أجمع من فوضى الدماء والعبث بالأموال والأعراض، وقد كرر التحذير من هذه الجرائم المنكرة البشعة 2 مرات في هذه الكلمة. ولا عجب في ذلك، فهي حقوق أولية بل حرمات أولية للإنسان وللمجتمع على السواء. ويستحيل على مجتمع ينشد السعادة والاستقرار أن يستوي على سوقه إلا إذا ارتكز على هذه الحرمات 3: حرمة الدم، حرمة الملكية الفردية الخاصة، حرمة الأسرة والعرض والشرف. ولسنا في حاجة إلى التذكير، والألم وخيبة الألم يعتصران القلوب اعتصاراً، أن نذكر بأن أمة الإسلام هي أول من خرج على هذا الدستور الخالد، ومزق أستاره وهتك حرماته وضرب به عرض الحائط. وكان جزاء هذا التمرد أن غرقت الأمة بدمائها وأموالها وأسرها في مستنقع من الفوضى والهوان، جعل بأسها بينها شديداً. ثم تنتهي فقرة الدماء والأموال والأعراض
بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بلغت، وهو يرفع أصبعه الشريفة إلى السماء، وكأنه كان يشهد الله علينا في شأن هذه الحرمات الثلاث، بل كأنه كان يشير من وراء الغيب إلى ظهور طائفة من أشرار أمته استباحت الدماء والأعراض والأموال، وزين لها الشيطان والجهل وعمى البصائر وانحراف الفطرة، زين لها سوء عملها، فراحت تقتل وتقطع الرقاب وتفجر وتخرب وتغتال في غدر وخسة، بل راحت تستبيح أعراض الحرائر من النساء والفتيات وتتخذ منهن سبايا وإماء، تجبرهن جبرا على الخنا والفاحشة والرذيلة والقاذورات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الصدور لا تغل، أي لا تكون لافتا أنظار الأمم إلى ضرورة مبدأ التكافل والتعاون في كل مجتمع، وأن المجتمعات التي تستبدل بهذا المبدأ مبادئ أخرى كالصراع والتشرذم والتفتت أو التسلط والانقضاض على مقدرات الآخرين لا مفر لها من الانحلال ثم السقوط. وقد رأينا في جيلنا هذا كيف سقطت حضارة كبرى اتخذت من مبدأ الصراع فلسفة لنهضتها في الاقتصاد والاجتماع والسياسة، فما بلغت عامها 70 حتى كانت حبرا على ورق. وكذلك الحضارات التي تتغنى اليوم بالمبادئ ذاتها فإنها لا محالة ستلقى المصير نفسه إن عاجلا أو آجلا. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من الظلم، وكرر التحذير منه في خطبته 3 مرات، وذلك لأثره التدميري على الأفراد والأسر والدول والمجتمعات. وقد حذر القرآن الكريم من الظلم في 190 آية، كما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في 70 حديثا من أحاديثه الشريفة. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من ظاهرة الثأر ومن آفات الربا ومن العبث بالزمان ودورات الشهور وترتيبها، ثم ختم خطبته التاريخية بقوله صلى الله عليه وسلم: وإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. ثم قال: فما أنتم فاعلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم فاشهد. سيادة الرئيس، الحفل الكريم، إن الأزهر الشريف خلال مسيرته التي تزيد على 1000 عام يقوم على حراسة هذين الأصلين اللذين تركهما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفاعاً عن ثقافة الأمة ووحدتها، ودفاعاً عن الوطن وتاريخه، وهو الآن عاكف على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني وترشيد الوعي الثقافي والوقوف إلى جوار كل المؤسسات التي تسهر على حماية هذا الوطن من عدوى الإرهاب الفكري والجسدي، وتقاوم تيارات الغلو والإفساد بمنهج إسلامي يجعل من مقاصد الشريعة في حماية الدين والنفس والمال والعرض حماية للإنسان قبل أن يكون حماية للأديان. هذا ولد الأزهر الشريف ثقة كاملة في الله تعالى بأننا سوف نجتاز ونتجاوز جميع التحديات، كما يثق الأزهر بحكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعزمه وإخلاصه في الحفاظ على الوطن والنهوض به وسط عالم متلاطم الأمواج مضطرب الغايات مختلف الأهداف. بهذه المناسبة الكريمة أتقدم لكم سيادة الرئيس
وللشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية ولحضراتكم جميعا بأطيب التهاني بذكرى مولد رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لحضراتكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشاهد الآن فيلما تسجيليا بعنوان خوارج العصر. الأديان والحضارة والإنسانية، أعداء الحياة، ومصر تدرك مقاصدهم وتعرف نواياهم. ذلك الإرهاب الذي عانت مصر من ويلاته منذ عشرينيات القرن الماضي، حين بدأت إرهاصات هذا الفكر البغيض تبث سمومها مستترة برداء الدين للوصول إلى الحكم وتأسيس دولة الخلافة. ومهما تخفوا في عباءات الدين، ومهما خدعوا الناس برفع الرايات السوداء والصفراء، ومهما ادعوا واستشهدوا بآيات القرآن وأحاديث نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، الأدعياء كاذبون، ضالون ومضللون، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بعذب الحديث. وأمرنا تبارك وتعالى أن نقاتل أعداءه ونجاهد في سبيله لتحقيق ذلك وإقامة الدين. أن الأصل الإنسان يقاتل فيقتل، إنما عشان يفجر نفسه هذا لابد أن الجماعة هي التي ترى أنها في حاجة إلى هذا الأمر. يجتزئون الآيات من سياقها وصدق مبتغاها كي يضلوا الناس عن دينهم ويحرضوهم للخروج على قادتهم وهجر مجتمعاتهم. وتثبت الأيام ووقائع الأحداث وجه الإرهاب الغادر وجنوح أتباعه للتطرف وتكفير المجتمعات، وإباحتهم للقتل وسفك دم الأبرياء وتخريب المنشآت والمرافق وإشاعة الأكاذيب ونشر الشائعات وبث الخوف والرعب والفوضى. وكم حذرت مصر العالم من شرورهم وسوء مقاصدهم وخطورة أهدافهم، وكم نوهت إلى أن الإرهاب لا دين له ولا قيم، وأن أتباعه لا أخلاق لهم ولا وطن. إنهم أعداء الإنسانية جمعاء، ولا بديل للعالم إن أراد أن يحيا آمنا عن قتالهم والقضاء عليهم واستئصال فكرهم المتطرف والتصدي لفعلهم الإجرامي. فالفكر الذي يعبرون به الحدود متخفين ويستوطنون به البلاد في خلايا وجماعات نائمة، سرعان ما يتحول بأيد غادرة آثمة إلى قتل للأبرياء بدم بارد وهدم لمظاهر الحضارة بجهل ظلمي أسود ونشر للرعب والفزع بين الآمنين من العباد دون حق أو جريرة ذنب. إن الإرهاب إذا ترك حراً يسقط الدول واحدة تلو الأخرى.
العبادة بالقتل والتعذيب كي يدفعهم لمغادرة بلادهم وهجرة أوطانهم بحثا عن النجاة. الواحد بيبيع صار داره أو أغراض بيته وقت تتجر بيته لما يعني بيبيع أولاده مشان إنه يوصل لهون ومرة. دمرونا نهبونا شتونا ابن خالتي ذبحوه. شكل خونا عن يدي كان ما بل ما لن ما تخرج بل ما نابي عم خدينا باندر. ورغم أن الإرهاب قد جعل مصر في الآونة الأخيرة وجهة يقصدها وأرضا يسعى لاستيطانها ليعمل في أرجائها كل شر يفتت قوتها ويضعف شوكتها، إلا أن مصر قيادة وشعبا وجيشا وأجهزة أمنية أعلنت منذ اللحظات الأولى عقب قيام ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو أنها في حالة حرب ضد الإرهاب. بطلب من المصريين طبعا يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر إني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. شبكات إرهابية تسللت عبر الأنفاق المظلمة خلال عام أسود من حكم الجماعة الإرهابية وأوت إلى شعاب الجبال وشقوق الوديان كثعابين سامة أرادت الالتفاف لتمزيق أوصال مصر وتحقيق حلم الخلافة المزعومة. ويخطئ من يعتقد إمكانية المساس بأمن مصر قرة الله في الأرض. وعلى ذلك أقسم رجال القوات المسلحة والشرطة أن يزودوا عن ثراها المقدس. خريطة التطرف التي تنمو وتزداد. هذه الخريطة ستمسكم لا محالة. دول ظلت لعشرات السنين تنعم بالأمن والاستقرار وتتمتع بالرفاهية والرخاء والازدهار. وجاء اليوم الذي لم يستثن فيه الإرهاب أحدا ولم يفلت من غدره مجتمع ظن أنه آمن أو محصن. لقد تفجر الإرهاب في كثير من دول العالم واستشرى خطره حتى طال الدول العريقة في الحرية والديمقراطية. وهنا أدرك العالم حنكة مصر وحكمتها وتيقن من صدق نيتها وعمق خبرتها وأهمية الأخذ برؤيتها في ضرورة المواجهة القوية والحازمة للإرهاب في شتى صوره وأشكاله. We need a president that shows the courage that Egypt's president al-Sisi did, a Muslim, when he called out the radical Islamic terrorists who are threatening the world. أما في مصر فتتواصل الحرب على الإرهاب بإرادة قوية واثقة في نصر الله. فكان
كانت أكبر عملية عسكرية لمقاتلي الجيش والشرطة. العملية الشاملة سيناء 2018، والتي شهدت أضخم تجميع قتالي لأبطال مصر براً وبحراً وجواً، وجاء الرد موجعاً. عشان افهمكم ان انتم اشراف وابطال ورجال وعظام ان شاء الله. ان شاء الله هنيجي نحتفل بفضل الله سبحانه وتعالى بالنصر الكامل على خوارج العصر. ويصطف المصريون جميعا خلف القيادة السياسية كالبنيان المرصوص، يقهرون الباطل ويواجهون الأزمات وينطلقون لإعمار مصر وحل مشاكلها المتراكمة بفكر ثاقب وجهود خلاقة وآمال وطنية كبيرة وسط مناخ آمن ومستقر. ويبقى خيارنا الوحيد أن نقهر الإرهاب ونخطو فوق الصعاب لنبني مجد مصر. ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ندعو السيد الرئيس إلى تكريم بعض من النماذج المشرفة والمضيئة التي أثرت الفكر الإسلامي الرشيد من مصر والعالم الإسلامي وفي مجال العمل الدعوي. وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، أولاً من داخل جمهورية مصر العربية، السيد سيد إبراهيم أحمد شاهين وكيل وزارة الأوقاف للشؤون المالية والإدارية سابقاً. الشيخ يسري محمود شفيق عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة. الشيخ أحمد وحيد محمود مرداش إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ.
الشيخ مصطفى عبد السلام محمد محمد إمام وخطيب مسجد السيدة زينب بالقاهرة. الشيخ محمد مصطفى عبد الفضيل سالم إمام وخطيب ومدرس المسجد الكبير قرية جلال الشرقية ملوي المينيا. الدكتورة يمنى محمد أبو النصر مقدم عبد العال واعظة متطوعة. من خارج جمهورية مصر العربية الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية السعودية، يتسلمها عنه الدكتور محمد بن سعيد المجدوعي وكيل رابطة العالم الإسلامي. الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دولة تشاد. الآن مع كلمة السيد رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وأهلا وسهلا، وسعيد أن نلتقي بكم النهاردة. كل سنة وانتم طيبين. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، السادة العلماء والأئمة الأجلاء، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالتهنئة لشعب مصر العظيم وللشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير على الشعب المصري وعلى كل المسلمين في جميع أنحاء الأرض. الحضور الكريم، إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد نبي الرحمة والهدى يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر
ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم والتي بلغها لنا، متحملاً في سبيل ذلك الكثير من الأذى الذي لم يمنعه صلى الله عليه وسلم عن أداء الأمانة التي كلفه بها الله عز وجل. إن في المشاق الجسيمة التي تحملها الرسول الكريم ما يعطي لنا الكثير من الدروس الواجب تعلمها واستيعابها، وفي مقدمتها تحمل الأذى بثبات والصبر على المكاره بأمل في نصر الله ومواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع. إن المنهج الذي يجمع بين الإيمان واليقين في الله سبحانه وتعالى والعمل المنظم والجهد المتواصل المبني على أسباب الدنيا وقوانينها وتطورها لو المنهج الذي ينتصر في النهاية، إذ أن الله عز وجل يكافئ المجتهدين الذين يسعون للخير والسلام وتعمير الحياة ويعملون على تخفيف آلام الناس وتحسين الواقع الذي يعيشون فيه. وأقول لكم بكل الصدق إننا إذ نقتدي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإننا نبذل أقصى الجهد لتحقيق نقلة نوعية في أداء دولتنا وتوفير أسباب القوة والتقدم لها على جميع المستويات. فالأمانة التي يتحملها كل منا في نطاق مسؤوليته تحتم عليه ألا يدخر جهداً في الإحاطة بأسباب التقدم والعلو وتجنب أسباب الفشل والانهيار. وبينما لا يشغلنا شيء عن تحقيق تطلعات شعب مصر العظيم في الأمان والسلام والتنمية والازدهار، لا نلتفت إلى محاولات التعطيل والإعاقة التي يقوم بها أعداؤنا، ويكون ردنا عليها هو المزيد من العمل والكثير من الجهد والنظر إلى الأمام بأمل وثقة، موقنين بوعد الله سبحانه وتعالى بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض. والحق أقول لكم إنني أثق تمام الثقة في نصر الله القريب لمصر وشعبها وفي تحقيق آمالنا جميعاً في بناء وطن حديث متقدم ينعم فيه شعبنا العظيم بحياة كريمة آمنة. إن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية التي نواجهها لن تثني هذا الشعب ذا الإرادة الحديدية عن المضي في طريقه نحو المستقبل الأفضل. سنواجه الشر بالخير والهدم بالبناء واليأس بالعمل والفتن بالوحدة والتماسك. أبناء الشعب المصري العظيم، لعل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تكون لنا جميعا أسوة حسنة تلهمنا القوة والإرادة والصبر والتحمل والجراءة والشجاعة وسلامة المقصد والغاية. أشكركم وكل عام وأنتم بخير، ومصرنا الغالية في رفعة وتقدم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده الكلمة المكتوبة. بتبقى فرصة طيبة جداً إن إحنا نلتقي ونتكلم على همومنا وعلى أملنا وعلى تطلعاتنا وعلى التحديات اللي بتقابلنا، وإن إحنا بنسعى كلنا إلى مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها. أنا هاخد من كلام
فضيلة الإمام واللي هو كان بيتكلم فيه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والوثيقة وثيقة الإنسانية اللي تحدث فيها، وكان من ضمنها شهادة الألوهية وشهادة النبوة ثم شهادة الأخوة. شوفوا، وأنا بقول الكلام ده لينا كلنا مش لحد، يعني لكل اللي بيسمعنا. الكلام سهل، الكلام سهل. الكلام اللي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللي جه في القرآن والسنة كمان، ده كلام استراتيجيات، عناوين تتحول لسياسات وتتحول لعادات وتقاليد. لما تقول إخوة، طب قول لي إيه هي السياسات بتاعتك يا إنسان في مصر عشان تعمل أخوة بين الناس وبعضها، كل الناس باختلاف ألوانهم وعقائدهم وحتى وثقافتهم حتى في أفكارهم حتى في عاداتهم، هتعمل ده إزاي؟ هنعمل إخوة إزاي؟ إحنا هو عنوان النبي محمد قاله صلى الله عليه وسلم، كلمة قالها، لكن إحنا ما عملناش. أو حتى اللي عملوا قبل كده عملوا في عصرهم، وده الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه دايما مع بعض، إن لما بنقول بنطور فكرنا بنطور فهمنا أو فهمنا لديننا، مش هنغير زي ما كلنا عارفين ومتأكدين من كده الثوابت أبدا، لكن أكيد في كلام كتير بيتغير. يا ترى يعني الدين بيقول إيه في الكذب اللي إحنا بنشوفه؟ لما وأنا كلمت في النقطة دي قبل كده، قلت يا ترى في مواقع التواصل الاجتماعي كلنا من غير ما نحس بننقل عن بعضنا دون إدراك إن إحنا هناخد، إذا كنا يعني عارفين إن في يوم من الأيام هنقابل ربنا وهنتحاسب على كل إجراء عملناه، إحنا كل يوم بنكذب. أنا بتكلم على مواقع التواصل وعلى حاجة، أنا مش بتكلم على الإرهاب خالص. الإرهاب أنتوا شفتوا فيلم، أنا عايز أقول لكم ما غطاش الحقيقة، حقيقة الإرهاب والتدمير والخراب اللي في دول كتير جدا وضحايا كتير جدا وأكثرها دول المسلمين بالمناسبة. والخراب ده مش هينتهي أبدا إلا إذا كنا إحنا نبقى عندنا القناعة الأول. إحنا مين؟ إحنا كلنا. إحنا إذا كنا بنتكلم على أهل دين، إذا كنا بنتكلم على أهل سياسة، إذا كنا بنتكلم على أهل إعلام، أي حد، أي أسر في البيت، كل إنسان عنده أولاد وعنده أسرة صغيرة كانت ولا كبيرة، إزاي هيغرس فيهم، هيغرس فيهم المناعة ضد الفكر ده؟ احنا بقول لكم الكلام ده لان انا طبعا من خلال الاجهزة لغاية دلوقتي في ناس عن طريق شبكات التواصل بيتم، يعني حتى ما فيش لقاءات مع حد، من خلال شبكات التواصل بيتم تجنيدهم وتعليمهم وتكليفهم. عمر الامم ما هتطلع لقدام ابدا بالطريقة ديت. فاحنا ما كناش احنا كمصريين كبشر معنيين بان احنا نعلم أبنائنا عشان يبقوا أسوياء، أسوياء. وخليني أخرج من دي وأتكلم في نقطة صغيرة خالص. تصوروا لما تلاقوا ده مش بعيد عن الموضوع ده، لما تلاقوا مثلا بيت انفصل الزوج والزوجة بتاعته، وتجد الأم في لدادة وخصومة، أو الأب يعني مع الزوجة السابقة ديت أو الزوج السابق ده، والكلام ده يتم بناؤه وغرسه من غير قصد، أكيد من غير قصد، في نفوس الأبناء. يا ترى الأبناء دي هتطلع أسوياء؟ أبداً. ده قمة العطاء للأسرة في الحالة اللي هي حالة الانفصال لعدم التفاهم دي، إن هم يخلي بالهم إن هم عايزين يطلعوا ابنهم أو بنتهم على درجة عالية من الاستواء لأجل حياته هو وحياتها هي لما يكبروا. الكلام ده بنقوله كده نقطة صغيرة كلنا عايشينها، أو في أسر لينا كتير بتشوفها. طب تصوروا إن الكلام ده بقى في فهمنا لديننا عامل إزاي؟ وعشان كده
اوعوا تفتكروا لما قلت يوم 24/7/2013 الكلمة اللي هي بتاعت الإرهاب وعايز تفويض. أنا عايز أقول لكم في الوقت ده كله كتير من اللي كانوا موجودين معانا في الفترة ديت يعني كانوا مستعجلين الدعوة. وتفويض إيه اللي أنت بتتكلم فيه؟ إرهاب إيه اللي أنت حتى بتكلمنا عليه إنك إحنا هنقابله في مصر وإنك أنت عايز مننا تفويض عشان تتعامل معاه بعد كده؟ أصل هو المنهج عندهم كده. المنهج عندهم يا يحكموا يا يقتلوا. فإحنا رايحين للحرب. فما كنتش أقدر أروح بالحرب دي لأن أنتوا لما عملتوا 30/6 ما كنتوش تعرفوا يمكن إن النتائج هتكون كده. إن هما هيفضلوا ورا منكم ويفضلوا يقتلوكم بالكلمة ممكن، بالكذبة ممكن، بالافتراء ممكن. غير طبعا السلاح والتخريب والتدمير اللي بيه هم النفوس مريضة. النفوس مريضة والقلوب حتى قلوبهم مريضة. لا يمكن تكون قلوب سوية وسليمة تؤمن بالله تعمل في الناس كده. مش ممكن. وعشان كده أنا بقول لكم كلكم مش للأزهر والله ولا للأواف. أنا بقول لكل اللي بيسمعني. طب أنا عندي إرادة لا تلين في مجابجتهم؟ طبعا من حديد. من حديد. والله يعني طبعا من حديد. لأن بالمناسبة وأنا قلت الكلام ده كتير قبل كده أنا بواجه في إطار مواجهة لأجل خاطر الدين. لأجل خاطر الدين. الدين كل الدين. لأن اللي بيحصل ده كان ليه تأثير سلبي كبير جدا على فكرة الأديان والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. الناس اتشككت إيه القيم وإيه الأديان اللي تطلع تقتل وتدمر في الناس بالطريقة ديت. مش ممكن. فالمهم أنا مش عايز أطول عليكم. كل سنة وانتم طيبين. وبقول لكم شوفوا اللي بيحصل كل يوم وانتم تعرفوا ان انتم في قتال وفي نضال مستمر. وشوفوا الـ كل يوم كل يوم في حكاية. كل يوم في حكاية. أنا والله ما أعرف هيقابلوا ربنا بالكذب ده كله إزاي. والله ما أعرف هيقابلوا ربنا ده كذب كتير قوي. ربنا يكفينا شر أنفسنا وشرهم. فكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. وأرجو إن إحنا الندوة اللي إحنا اتكلمنا فيها مع فضيلة الإمام والدكتور مختار في إن إحنا يعني تبقى لكل أطياف المجتمع سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي وحتى أمني نتكلم ونشوف عشان مش بس هيبقى عبارة عن ندوة دينية. وأنا قلت زي ما قلت كده هتقعد يوم اتنين تلاتة هنحضر فيها وهنتكلم ونسمع ونتعلم والناس كمان كلنا تسمعنا عشان نعرف إن الشأن العام أمر مختلف كتير قوي عن يعني عن المفهوم الفردي وحتى المفهوم الجمعي والمسؤولية علينا كمجتمع لحماية مش حماية نظام، لا حماية دولة. حماية الدولة المصرية بعناصرها مش حماية نظام. ولو انتوا تصورتوا ان 30/6 و3/7 ما انا بفكركم ان انا كنت جاي يعني طمعان في حاجة تبقوا يعني ظلمتوا الفكرة وظلمتوا القيم والمبادئ اللي احنا وقفنا من اجلها. لو انتوا تصورتوا ان الموضوع كله عشان ابقى انا موجود هنا ده انا بقى اوحش منهم. هبقى اوحش منهم. لا والله انا ما اعرفش الكلام ده لو هقوله فخامة الرئيس عادل منصور هيزعل مني ولا لا.
لكن انا هقوله معلش. انتوا قبل الانتخابات وقبل الترشح كتير من الناس قالت هو ليه مش عايز يقدم. انا اتحيلت على فخامة الرئيس في الفترة ديت شهور ان احنا يترشح هو واكون انا في مكاني زي ما انا. انا بقول الكلام ده وانا عارف ان ممكن يكون فخامة الرئيس يزعل مني، بس انا بقوله عشان تعرفوا ان الكل زاهد فيها، الكل زاهد فيها، لانه تحدي كبير جدا سواء كان دنيا او دين عند ربنا يوم القيامه. هنقول له ايه في اللي احنا بقول تاني شهور، ونقول له من فضلك سنه عدت تترشح تاني وانا افضل مكاني، وهعمل كل اللي ممكن يتعمل لاجل خاطرها، خاطر مصر ولاجل خاطرك. بس هو ما قال لي لا يمكن، هي كده تمام وكفايه كده. ف صحيح، ما انا بس بقول الكلمه ديت عشان تعرفوا ان هي الحكايه مش حكايه رئيس ونظام، ده كلام على الاقل بالنسبه لي مش موجود ان شاء الله، على الاقل بالنسبه لي مش موجود ان شاء الله. لكن هي قضيه بناء امه مصر، وقضيه الدفاع عنها وحمايتها، والجري على اقصى ما يمكن عشان تتحط في المكان اللي ربنا يقدرنا عليه ووفقنا فيه. دي من ناحيه. الناحيه الثانيه مواجهه الشر واهله، لان انا مش هنسى الشر واهله، ما بنساهمش. ده دلوقتي ولا من سنين طويله فاتت؟ لا، من سنين طويله فاتت. والمناسبه يعني من سنين طويله فاتت، والناس اللي تعرفني تعرف ان انا عمري ما كدبت. حتى وانا موجود في المكان اللي هو بيقولوا عليه اهل السياسه واهل الـ يعني انه بيحتاج لوع وحاجات من دي، مفيش كلام من ده. لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاد وما كانش كان كده، ونجح وهو كده عشان الصله، وربنا يجعلنا من اهل الصله. شكرا جزيلا وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم. السلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه.